السلام عليكم، معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من تحليل أنديل. الناس قلوبها متقطعة حزن على المشهد ده، بيشعروا بالحزن والأسى العميق لخلو صحن الكعبة من الطائفين. بقول لكل الناس دي أنا زيكم، بس لازم تعرفوا إن السعودية دخلها فيروس كورونا عن طريق إيران وبشكل متعمد. أيوة متعمد، وحدبت لكم ده بتاريخ 29 فبراير، اتكلمت في الفيديو ده وقلت إن احتمال إيران تكون متعمدة إيصال فيروس كورونا لدول الخليج وللسعودية كعملية أشبه بالعملية الانتحارية، واتكلمت عن أسباب ده وعن أهداف إيران كمان. تعالوا نشوف أنا قلت ايه في الفيديو ده. العقلية الفارسية اللي بتحكم ايران معروف عنها الصلف والغرور. العقلية دي شافت ان مشروعها الخارجي وخاصة في المحيط العربي بيفشل وبيتضعضع يوم بعد يوم. علشان كده العقلية المغرورة دي لا نستبعد اقدامها على اي شيء، فهي عقلية لا تعرف الاعتراف بالخطأ والاقرار بالهزيمة. ومع ظهور فيروس كورونا والاعلان عنه من مدة، كل دول العالم تحسبت للموقف كلهم بحسب قدرته، بينما ايران اللي بتطبل لها قناة الجزيرة القطرية فهمونا ان هي دولة متقدمة وكبيرة. فيطلع لنا اللي كل الإصابات الموجودة بالفيروس في البحرين والكويت ولبنان والعراق مصدرهم كلهم إيران. حتى السعوديين المصابين بالفيروس كانوا جايين من إيران من خلال البحرين أو الكويت. ده مستحيل يكون صدفة. ويبدو إن إيران تعمدت إهمال التدابير الوقائية خاصة في المزارات الدينية اللي بيتردد عليها الزوار الخليجيين والعراقيين واللبنانيين، وتعمدت كمان عدم الإفصاح عن تفشي الفيروس كورونا عندها من فترة كبيرة كعملية انتحارية غير محسوبة منها، علشان تضمن استمرار توافد زوار ما يسمى بالمراقد والعتبات المقدسة، وتحديدا الزوار الخليجيين والعراقيين واللبنانيين، علشان ياخدوا معهم كورونا وهم راجعين لبلادهم في الخليج وفي العراق وفي لبنان. اما بخصوص وصول كورونا للسعودية، احنا كلنا عارفين ان اقصى امان ايران هو افشال تنظيم الحج والعمرة وادارة المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين. فمش بعيد ابدا ان هي تكون عملية انتحارية من نظام الملالي في ايران لنشر الوباء في المحيط العربي والخليجي، وخصوصا السعودية للتأثير على الحج والعمرة. ولكن من الواضح ان الامر خرج عن السيطرة لدرجة ان كبار المسؤولين الايرانيين اصيبوا بالفيروس، وفي احتمالية ان تكون دي سياسة عليا وعلى اعدائي. المسؤولين في ايران ممكن يكونوا فكروا وقرروا طالما اتفضحنا باننا معرفناش نسيطر على الفيروس واتضح ان امكانياتنا ضعيفة يبقى خلونا نرمي بلانا على غيرنا ونعتم على الموضوع ونخلي الناس تيجي وهي ما تعرفش حاجة علشان تاخد الفيروس وترجع بيه على بلادها. انا ما عنديش معلومة مؤكدة، ولكن باعتقادي الخاص ان المملكة العربية السعودية واعية للاحتمالات دي، وحتى لو الاحتمالات دي خاطئة فالسعودية بتهتم خدمة وسلامة زوار الحرمين الشريفين وبتقدم سلامتهم على اي شيء. كنت متأكد ان السلطات في المملكة العربية السعودية منتبهة اكتر من غيرها بخصوص سلوكيات ايران العدوانية النابعة للأسف عن عقيدة تكن الكره والبغضاء للمملكة العربية السعودية وللإسلام السني عموما. النهاردة المملكة العربية السعودية بتعلن على لسان مسؤول رسمي الاعلان ده: عاجل السعودية مصدر مسؤولي وندد بسلوك ايران غير المسؤول لقيامها بادخال مواطنين سعوديين الى اراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم. اذا احنا قدام جريمه كامله كانت ايران بتخطط لها، فتعمدها ادخال المواطنين السعوديين الى اراضيها بدون ختم جوازاتهم للتغطيه على زيارتهم للاماكن الدينيه والمزارات في ايران سواء في مدينه مشهد او مدينه قم، في وقت كانت بتعلم فيه السلطات الايرانيه تمام العلم والمعرفه ان فيروس كورونا منتشر في الاماكن دي، لانها تعمدت عدم ختم جوازات المواطنين السعوديين اللي كانوا في زيارتها علشان السلطات السعوديه ما تعرفش ان المواطنين دول كانوا في زياره لايران، وبالتالي ما تشكش السلطات السعودية في ان المواطنين دول قد يكونوا حاملين للفيروس. والغرض الايراني واضح جدا، هو اخفاء وجود سعوديين في الاراضي الايرانية الموبوءة بالفيروس وقت انتشار الفيروس، علشان لما يرجعوا السعودية من خلال البحرين او من خلال الكويت تعامل معهم السلطات السعودية على انهم راجعين من البحرين او من الكويت، وبالتالي ما يتمش تطبيق اجراءات الحجر الصحي عليهم، فيدخلوا السعودية ويتخلطوا اصحابهم وقرايبهم واهلهم وينتشر فيروس كورونا في السعودية ويوصل للمدينة المنورة ومكة المكرمة المليانين بضيوف الرحمن من كل بقاع الارض، فتقع الكارثه وتنتشر العدوى ما بين المعتمرين. كل المعتمرين طبعا ياخدوها وينقلوها لكل بلادهم. ايه ده، يخرب بيت دماغك يا ايران، ايه الحقد الفارسي الطائفي ده؟ ولكن الحمد لله ان المملكه العربيه السعوديه وقيادتها تنبهوا للامر جيدا، فقياده المملكه العربيه السعوديه وكل الشعب العربي السعودي يدرك تمام الادراك المؤامره الايرانيه الفارسيه على بلادهم وعلى الاسلام السني بالاجمال، يعلم تمام العلم ما تكنه ايران الفارسية على العرب المسلمين. فإيران استماتت لعمل أي شيء يضر المملكة العربية السعودية حتى ولو أدى ذلك لنشر فيروس ما بين الملايين من المسلمين. ولي العهد السعودي في لقاء تلفزيوني من 4 سنين قال: كيف أتفاهم معهم؟ فعلا إزاي الواحد يتفاهم مع إيران وهي بالعقلية دي؟ علشان كده قلت لكم في البداية إن منظر صحن الحرم وهو فاضي اللي بيؤلمكم ده سببه تآمر إيران وحقارة قيادتها. فلو ما كانوش تعمدوا عدم ختم الجوازات السعودية للمواطنين اللي زاروها وحاولوا إن هم يخفوا وجود
الناس دول في إيران، ولولا إن هم ما أغلقوش الأماكن والمزارات اللي بيسموها مقدسة عندهم في قم ومشهد، ما كانش تفشى الفيروس أبدا بالشكل ده. ربما ما كناش شفنا صحن الحرم وهو فاضي بالشكل ده. ما تنسوش إن إيران دخلت فيروس كورونا لسبع دول عربية إضافة للسعودية، وبرغم كده فلا تحزنوا، لأن ده إجراء احترازي لابد منه من أجل سلامة المعتمرين علشان ما يصابوش بالفيروس وينقلوه لبلادهم. نسأل الله تعالى أن يوفق المملكة العربية السعودية وقادتها في رعاية أمور المسلمين وخدمة ضيوف الرحمن كما عودونا. والله يكفيكم شر إيران ويهدي أتباعها. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.